قائمين على هذا المهرجان الفروسية اللي كأول مرة في محافظة كركوك، والمشاركين اللي عرضوا عرض جميل كلش، وأتمنى التوفيق للجميع، وأطلب من وكالتكم 964 برفع حملة الحظر على الفروسية في محافظة كركوك وجميع المحافظات العراق. وتشوفون لأول مرة راح يحصل هذا في محافظة كركوك بشكل كبير. أنا في دوري أشكر منظمة خيول الكردية اللي هم إداريا وماليا يتكفلوا بالموضوع مال المهرجان. الحمد لله كل شيء جاهز، وإن شاء الله تشوفون فشي جميل. فيستيفال لالان داني حاجي صالح ورخرا ولا شاري كركوك يكم جارة فيستيفال كيوا قوري اسبي رساني كردي لا كركوك انجام بدرت بلا لسليمان ولا هو ليرو شارك يعني تير انجام درا بلا ميكم جار لير انجام بدرت وجود عنصرين مستوين في هذا العرض يزداد والعرض اكثر جمالا. نظمت اللجنة الاولمبية لمساعدة محافظة كركوك يعني تقريبا اكثر من 60 فرس اجت من عدة محافظات، يعني محافظة جت من دهوك، جت من سليمانية، من أربيل، كركوك، كلها جت يعني وشاركت، والحمد لله اقبال كثير عليها صار. احنا نطالب من الحكومة تفتح لنا رايسز حتى لو بكركوك وترفع الحظر عنا الخيول العربية، يعني جاي تشوفون نتعب حين نتعب ولا نشوف دعم من الحكومة ولا نشوف دعم يعني علاجات، أهم شيء رايسز. وسوينا كتاب وطالبنا عدة جهات، فمن خلالكم نطالب أنه تفتحون هذا المكان